أجواء الحماس والسواليف والدردشات أكيد حترجع لنا على MBC في برنامج تحدي العائلات مع داود الشريان الأسبوع الجاي إن شاء الله. التحدي راجع من جديد مع عائلات جديدة الأحد القادم الساعة 8:00 بتوقيت السعودية زي التوقيت على MBC 1 بحلقات جديدة. يعيش وشو؟ متعة التحدي. والله سهل الجواب بس حين أنا سألت الكتاب يوم لبست نظارة مع داود الشريان ما حك جلدي بغير ضفة. قولي جاهزة؟ جاهزة. كم حتجيبين من علامة هالمرة؟ بجيب 5. هذا البرنامج ما هو بيسمونه برنامج الحرق الصامت. 249 علامة. مرح وفوز. ألف مبروك. أنا يسعدك لولا كل المدام مسافة الحرق. تحدي العائلات من الأحد إلى الخميس 8:00 بتوقيت السعودية على MBC 1. بالتوفيق لأبو محمد وكل المشاركين في البرنامج وأكيد كلنا منتظرين الإثارة والمنافسة والمتعة بالبرنامج والجوائز القيمة المقدمة في هذا البرنامج. خاصة أنا دائما الساعة 8:00 بالضبط دائما يصادف يعني قهوة العربية والحل اللي موجود ومتابعة هذا البرنامج الشيق.